أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن صار على دربه واهتدى بهديه إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا يا الله. اللهم اجعل هذا المجلس خالصا لوجهك الكريم يا رب. وصلنا عند المياه صح؟ انتهينا الحمد لله من الغسل والحيض والنفاس، كل هذا انتهينا منه. سلام، تفضلي. الآن فصل: تجوز الطهارة بالماء الطاهر. تجوز الطهارة بالماء الطاهر في نفسه المطهر لغيره، كالمطر وماء العيون والآبار، وإن تغير بطول مرسل. أرجع وأكد عند الفكرة. تعال ابني اجلس هنا، هل أخواتي اجلس في الأمام، اجلس الآن، تقدم عشان اجلس في أي مكان في الأمام. طيب، الآن أخواتي لا تنسوا، أخوتي، إنه نحن الآن في المتون هاي بنأخذ قواعد. يعني هذا المتون عبارة عن مجموعة من إيش؟ القواعد. المتن عبارة عن مجموعة من ماذا؟ من القواعد. وبالتالي بدي أركز في كل جملة فيه. الآن أعطانا القاعدة: تجوز الطهارة بالماء الطاهر. وعندما يطلق الطهارة هنا يقصد بها يجوز أن أتطهر للوضوء والغسل، انتبهنا؟ أما الطهارة في غيرها هي أوسع، سيمر معنا أنه يجوز حتى بغير الماء. لاحظ، قال الماء الطاهر في نفسه ومطهر لغيره، يكون طاهر في نفسه ومطهر لغيره، الذي نحن نسميه الماء المطلق. عندما ترى لو كانت هذه الكاسة شفافة تقول هذا ماء، تطلق عليه ماء، فهو بقي على أصل خلقته، بقي على الوصف الذي نزل به من السماء. لأن أنزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، وأنزلنا من السماء ماء طهورا. فبالتالي هذا الماء الذي نزل من السماء يطهر، والماء الذي في البحار والأنهار اعتبروا أن أصله من وين؟ من السماء، فيأخذ حكمه. فأعطانا الأمثلة. إن تغير بالمكث، الآن ممكن الماء هذا لو بقي في هذه الكأس أيام يصبح له رائحة، هذا تغير بالمكث. وأحيانا تمر من بجوار تجمعات مائية لها رائحة كريهة جدا، هذه سببها المكث وليس وجود النجاسة فيه. المكث يعني بقاء في هذا المكان لمدة يجعل له رائحة كريهة وليس إيش؟ النجاسة. انتبهتم؟ والأصل فيه قوله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. وتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم من آبار المدينة وقال: الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غير طعمه أو لونه أو ريحه. الآن يعني سيأتينا هذا، أنه الماء الكثير طالما أكثر من 10 في 10، متى يتنجس؟ إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بالنجاسة، انتبهتم؟ فهذا الحديث محمول على ذاك. وطول المكث لا ينجسه فيبقى طاهرا. لأن في فرق بين أنا يعني الماء بالنسبة لي ملوث أو مقزز، وبين هو طاهر. الطهارة شيء آخر، صح؟ جيد. قال: ويجوز بماء خالطه شيء طاهر فغير أحد أوصافه ولم يزل رقته، كالزعفران والأشنان وماء المد وماء السيل. وفي اللبن روايتان: الآن نريد أن نشرح، أرجو هذه المسألة أن تفهموها جيدا. نريد أن نشرح مسألة: عندنا الماء المطلق طاهر، اتفقنا؟ الماء المطلق الذي بقي على أصل خلقته طاهر. الآن نريد أن نتكلم عن شيء آخر، وهو اختلاط الماء بغيره، يعني خالط الماء شيء آخر. جيد؟ متى
يبقى طاهرا ومتى يخرج عن أن يكون مطهرا. انتبهوا لذلك. اللهم صل على سيدنا محمد. مكتوب عندكم في الهامش بس أشرحه لكم، يعني مخالطة الماء لغيره. عندنا أول فكرة يعني مخالطة الماء لغيره العنوان الرئيسي، اتفقنا؟ هنا تحتها تغير الاسم، تغير اسمه. وهنا لنقول هنا غلبة غيره عليه، غلبة غيره عليه. تغير الاسم أخواتي أخوتي، تغير الاسم الماء إن تغير اسمه فلم يبقى ماء لا يجوز الوضوء والغسل فيه. يعني هذا الآن نسميه شاي، هو ماء وضعنا فيه ميدالية صار شاي، وضعنا فيه معلقة حليب صار حليب، وضعنا فيه معلقة يعني شراب صار عصير، صحيح؟ فإن تغير اسمه، تغير اسمه لم يبقى مطهرا لغيره أو مطهرا يعني في الوضوء والغسل. اتفقنا على القاعدة الأولى؟ إذا القاعدة الأولى ما هي؟ تغير الاسم إذا اختلط الماء بغيره، اختلاطه غير اسمه، انتهينا، صار طاهر غير مطهر، طاهر في نفسه لأنه أشرب الشاي بس غير مطهر لا يجوز الوضوء بالشاي، انتهينا. الآن الغلبة، نريد أن نعرف قاعدة الغلبة. الغلبة ممكن أن تكون الغلبة بأن يختلط الماء بالجامدات، ويمكن أن يكون اختلاط الماء بالمائعات كقسمة، إما يختلط الماء بجامد أو يختلط إيش بمائع. في يعني بعضكم لا أرى معه كتابا، ماذا نفعل به؟ خير يا شيخ؟ شيخ وين كتابك؟ الدفتر بلزلناش نحن هنا في الكلية. بلزلنا كتاب. مين محوش كتاب أيضا؟ وين الكتاب يا شيخ؟ تنفعش، ما في عندنا تصوير، لا أريد أن أرى أي واحد بلا كتاب. مع الكتاب ويلا الأمور شو يصير فيها؟ تمشي. طيب نكمل. الآن قلنا غلبة، جامدات، مائعات، كقسمة في شيء ثالث؟ لا. ما في. الجامدات اختلط بالتراب، اختلط بورق الشجر، ما الضابط في ذلك؟ الرقة والسيلان، كلمتان. هل خرج عن رقته وسيلانه أو لم يخرج؟ ما معنى الرقة؟ الرقة يقصد بها في الملابس وهو ينعصر بالعصر. الرقة ما معناها؟ تكون في الملابس انعصر بالعصر. والسيلان تكون على الأجسام الصلبة، فإذا كان في الملابس قلنا رقة، وإذا كان على الأجسام الصلبة قلنا سيلان. فهل ينعصر بالعصر رغم اختلاطي بهذا الجامد أو لا ينعصر؟ هل بقي يسيل أو لم يبقى يسيل؟ فإذا اختلط بالتراب وبقي يسيل يجوز الوضوء به، بس إذا لم يبقى يسيل لا يجوز الوضوء به. إذا بقي ينعصر كذا، فإذا إذا اختلط الماء بالجامدات فإن فقد الرقة والسيلان صار طاهر ليس مطهر، بس إن بقي ساعدوني سيال ورقيه طاهر مطهر. انتهينا من الضابط؟ ننتقل للمائعات. المائعات نحن بين أربعة أشياء. المائعات بين كم نوع؟ بين أربعة أشياء. اختلاط بما له صفة، اختلاط بما له صفتان، اختلاط بما له ثلاث صفات، اختلاط بما لا صفة له. ما في، لأنه إما لون أو طعم أو ريح. فشيء له لون أو طعم أو ريح، شيء له لون وطعم، صفتين، شيء له لون وطعم وريح، ثلاث صفات ما في غيرهم. أو شيء لا لون ولا طعم ولا ريح له، فإما اختلط بما له صفة، أو اختلط بما له صفتان، أو اختلط بما له ثلاث صفات، أو ليس له صفة. إذا اختلط بما له صفة مثل ماء الورد منقطع الرائحة، ماء ورد بس رائحته انقطعت فبقي فيه طعم، فاختلط بالماء، هل انتقل الطعم إلى الماء؟ إذا انتقل إليه أصبح طاهر فقط، بس إذا انتقل، آسف، صار طاهر. إذا لم ينتقل إليه طاهر مطهر، انتقلنا، انتبهنا. فإذا اختلط بما له صفة، إذا انتقلت، إذا اختلط بما له صفة وانتقلت هذه الصفة للماء صار طاهر فقط، وإذا لم تنتقل طاهر مطهر. إذا اختلط بما له صفتان انتقلت
أحد الصفتين. طبعا إذا انتقلت أحد الصفتين معناها انتقل جزء من الصفة الأخرى، وبالتالي حصل الغلب ولا ما حصل إيش؟ حصلت. إذا اختلط بما له ثلاث صفات لابد من انتقال صفتين حتى يصبح طاهر، طاهر فقط، طاهر فقط. أما إذا انتقل فقط صفة من ثلاث صفات يبقى طاهر مطهر. إذا ما له صفة انتقال الصفة، ما له صفتان انتقال أحد الصفتين، ما له ثلاث صفات انتقال صفتين. إذا اختلط بالماء المستعمل، ماء المستعمل الماء الذي يخرج منك من الوضوء والغسل هو باقي على صفة الماء 100%، لكن نقول عنه ماء مستعمل. فإذا وضعت ماء مستعمل على الماء غير مستعمل أيهما كان أكثر؟ فالحكم للأكثر، للغلبة، صح؟ فإذا الغلبة كيف نميزها؟ الغلبة ميزناها في الجامدات بأن فقدت الرقة والسيران. بالمائعات ما كان له صفة فقد انتقلت هذه الصفة، ما له صفتان انتقل أحد الصفتين لأنه سيكون انتقال للصفة الثانية أيضا جزء من الصفة الثانية. ما كان له ثلاث صفات انتقال لصفتين. إن كان ماء مستعمل الأكثر. فإذا كله تحاكمنا لقاعدة الأكثر يأخذ حكم الكل. انتبهنا؟ هاي قاعدة اختلاط الماء بغيره. تغير الاسم غلبة، غلبة جامدات مائعات، جامدات رقة وسيلان، مائعات صفة صفتين ثلاثة، وآخر شيء ما لا صفة له. حفظنا شيخاتي؟ هذه هي، هاي أكدنا. الآن هاي الطريقة التي عرضتها لكم أسهل من الطريقة التي عرضها صاحب الكتاب في الفهم، يعني أعطيتكم صورة كاملة، خلاص انتهينا. أريد أن أسألكم سؤال، الشاي هذا هل يجوز به إزالة نجاسة على البدن؟ شيخة، يجوز إزالة النجاسة على البدن بالشاي؟ إيه يعني نعم؟ طب قبل قليل أنا بقول إيش بس فضلنا تبتحكي يعني. طب قبل قليل كنا نتكلم لابد يكون ماء مطلق، ذاك للوضوء الغسل، ما شاء الله عليكم، خلاص فكها صحيح. الذي نشترط له هذه الشروط الوضوء والغسل، أما إزالة النجاسة عن البدن يجوز يعني بأي مائع يعني طاهر مزيل، صح؟ الله يرضى عليك. يجوز بيبسي الآن. بس أنا حببت بس من السؤال قبل قليل أحببت شغلة واحدة، أن تفرق ما بين الوضوء والغسل وما بين إزالة النجاسة. انتبهنا؟ طب نقرأ الآن. هنا أريد أن أعيد المتن مرة أخرى. ويجوز بماء خالطه شيء طاهر فغير أحد أوصافه ولم يزر رقته، بس الرقة وهي اتخذناه وين؟ في الجامدات، كالزعفران والأشنان وماء المد. يعني الزعفران والأشنان هي نباتات تعرفون ومشروحة في الأسفل. ماء المد ماء السيل، يعني ماء السيل يكون يجمع معه التراب والأوراق وكذا. اللبن الآن لو الماء اللبن يعني اختلط، وفي اللبن روايتان، نشوف الروايتان في اللبن. معلوم أن اللبن المائعات التي لها فيها صفتان، فإن خالط الماء انتقلت أحد الصفتين من الماء لم يبقى طاهرا. ففي رمز الحقائق وصفتين تعتبر الغلبة من ذاك الوجه، كاللبن مثلا يخالف في اللون والطعم، فإن كان لون اللبن أو طعمه هو الغالب لم يجز الوضوء. فاللبن فهمناها على ماذا؟ عرفنا كيف أولناها؟ الآن ماشي، هذا شرح مني على اللبن على وجه معين، بس حقيقة يمكن أن يقصد به شيء آخر هنا في اللبن، وهو هل اللبن يجوز، ليس الوضوء فيه، الوضوء لا يجوز بالاتفاق، هل اللبن يجوز إزالة النجاسة فيه؟ فيه روايتان، لأن اللبن أحيانا يكون فيه دسومة، وهذه الدسومة تجعله مثل الزيت الدسم، فبالتالي لا يزيل إيش؟ النجاسة، وإنما ينشرها. أما لو نظرنا اللبن بدون دسومة يزيل. فهل فهمناها؟ يعني هل اللبن فيه دسومة؟
أصبح سمن وزبدة عرفته هذا ينشر، بس لقى لبن ما فيه دسوم ما يزيل. فإذا هنا الروايتان يفترض أن تشرح على ماذا؟ على أنه يقصد بها هنا، أريد أن أضيف لكم يعني تضيفوا فيما تحبون، بدي أضيف هنا ولعل قصد الشارح هنا بذكر اللبن إزالة النجاسة به مطلقا وفيه خلاف. فهمناها؟ ليس موضوعنا في الوضوء والغسل، انتبهتم؟ إزالة النجاسة منتهينها. الآن في الصفحة التي بعدها لو سمحت يقول ولا تجوز بماء غلب عليه غيره. الآن غلب عليه غيره، درسنا القاعدة صح؟ فأزال عنه الطبع الماء، ما عاد الماء على صفته المعروفة كالأشربة. الأشربة يعني عصير التفاح، عصير برتقال، هي معناها لا يجوز. والخل وماء الورد، وطبع الماء كونه سيالا مرطبا مسكنا للعطش. على كل حال لاحظ هو ذكر كلام في عمومات، الفكرة التي شرحته لكم تعطيكم لا تنظيم أفضل في الفهم. وتعتبر الغلبة بالأجزاء، لأنه قبل قليل عندنا ماء عاد جامدات احتكمنا للغلبة بالأجزاء، بس أعطيتكم أنا تفاصيلها وهي مذكورة مشروحة، الكل الذي ذكرته لكم مذكور في الهامش 1 صفحة 90. والأصل فيه أن الماء الذي خالطه شيء من الطين يجوز الوضوء به إجماعا لبقاء اسم الماء المطلق، يعني مجرد وقع فيه شيء من التراب يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. ولا يجوز بالخل إجماعا لزوال الاسم، أصبح خل لزوال. إذا زوال الاسم ماذا يعطينا؟ لا يجوز. فكل ما غلب على الماء وأخرجه عن طبعه ألحقناه بالخل، صار كالخل لا يجوز. فهمناها؟ على كل حال كلامه في عموم، التفصيل الذي ذكرته لكم أنا أظن أسهل بكثير للضبط. وما غلب عليه الماء وطبعه باق به ألحقناه بالأول. الآن الماء غلب عليه، يعني ولو اختلط في الماء لكن الماء هو إيش؟ الغالب. ألحقناه بالأول، ما معنى الأول؟ جعلناه كالماء المطلق يجوز الوضوء. يعني مثلا الآن ماء مستعمل مع ماء غير مستعمل، والغالب الماء غير المستعمل، جعلنا الحكم أنه ماء غير مستعمل لأنه على حكم الإطلاق، وإضافته إليه كإضافته إلى العين والبئر. فبالتالي إضافة ماء قليل، إضافة شيء لم يغلب على الماء لا يضر ولا يؤثر في الماء، فبقي الماء إيش؟ على صفته الأولى. الآن لو سمحت أقول ماء البئر، أقول ماء البئر، ماء النبع، فهاي إضافة نسميها للتعريف فقط، بس هو ماء مطلق، بس ميزنا أنه أخذ من البئر، أخذ من النهر، أخذ من البحر. فهمناها؟ لذلك قال هنا كإضافته إلى الماء إلى العين، ماء العين، ماء البئر. فهذه الإضافة إضافة فقط تعريف بخلاف عندما نقول هذا شاي، لا هذا لم يبقى اسمه ماء، لم يبقى ماء مطلقا، صار شايا، صار حليبا. انتبهنا؟ فهذا كله بحث كان تحت فكرة أنه ما بقي على اسمه جاز الوضوء به. طيب أحيانا نقول ماء بئر، يجوز لأنه ماء مطلق. طب أنت قلت ماء بئر، لم تقل ماء هنا، فقط لتمييزه لتعريفه فقط، انتبهنا؟ فلم يخرج، بدليل أننا لو قلت أنه ماء بدون أن تقول ماء بئر يصح أو لا يصح؟ بس للشاي هل يجوز أن تقول هذا الشاي ماء؟ لا يصح. فهناك فقط للتعريف، انتبهوا، إضافة فقط لإيش؟ للتعريف. وإن تغير بالطبخ لا يجوز كالمرق، يعني عملت لك شوربة عدس، شوربة فريكة، طاهر بس غير مطهر، إلا ما يقصد به التنظيف. أحيانا يضعون ورق السدر على الماء يعطي رائحة وينظف أكثر، فالآن أصبحنا نغلي غيره معه من أجل أن ننظف به فيجوز.
لا ماء الورد نفسه ولا إذا كان شيء قليل أختي بحيث أنه انتقل أحد الصفتين. ماء الورد هو فيه صفتين طعم ورائحة، لكن نحن نقول ماء الورد منقطع الرائحة، تذهب الرائحة حين تبقى الطعم. على التفصيل الذي درسنا انتهينا. والحرض الأشنان تغسل به الأيدي كيف الصابون، والحرض والصابون ما لم يثخن، يعني نضعه مع الماء يجعل الماء أكثر تنظيفا، بس بشرط إيش؟ أن لا يصبح الماء ثخين يبقى على صفته. فإنه يجوز لورود السنة بغسل الميت بذلك. السنة وردت اغسلوه بماء وسدر في صحيح مسلم والبخاري. الثخانة يا سيدي كثافة سيلان. كيف الآن مثلا حطيت لك حبات عدس قليلة على الماء لا تضر لو غلت معه، بينما لو ضعت كمية أصبح شوربة يعني تخين، هاي معناه. مياه البحر مالها؟ هي مطهرة. ماء البحر راح طعم ذهب طعم الملوحة لا يضر حتى لو البحر الميت. أنه ماء مطلق، ماء مطلق يسمى مطلق، لأن كل البحار ابني كل البحار لا حتى لا حتى الميت لو غير حتى غير الميت لا يشرب، لا يشرب ماء البحر. ماء ماء الهم نعم. أنت رايح السمك اللي فيه كل البحار واللي فيها سمك فيها ريح. فلا يشرب بس. فهذا الماء الآن أعطيك مثال، لو جيت لماء عادي وضعت فيه ملح شو الضابط؟ لا مش الطعام، الضابط السيلان لا يضر. فبالتالي كون تغير طعمه لا يضرنا، هذا إذا اختلط به مائع تغير طعمه. السؤال مطروح، السؤال مطروح انه هل يمكن تنظيف السجاد بغير الماء؟ بغير الماء. فيقول مثال ممكن نستخدم مواد كيماوية مثلا او رغوة معينة، ممكن مواد كيماوية كامل، وممكن الان مواد كيماوية قلنا ولا الضالين آمين لأنه ماء طاهر مزيل صح؟ بس الآن لا، واستخدمنا شيء ليس بمائع. الرغوة هاي الرغوة التي تفضلت بها آخر شيء يخرج منها أشياء مثل الأشياء السائلة هكذا؟ لا يقول رغوة فقط مطلقة، بس خلنا نفهم الرغوة هاي كيف، مين بيعرف أخواتي؟ هو مثل الحالات ما تفكر ليش بسمع زي يعني وهم نعرف إيش هي. مين يشرح الرغوة كيف تكون هاي إذا كان كلام صحيح أصلا يعني. هل نسمع دكتور فوم تعليقي؟ فوم تعليقي نفسه تقريبا نفس الألية. بس الفوم تبع اللحية يصبح منه آخر شيء شيء سائل ولا والغلطانة رغوة بس جامدة بس فيها سيلان يعني تصبح بعدها يصبح كأنه في يعني زي السك مثلا اللي بيصير عليه المادي. ليس انا بدي اعطيك مسألة ابعد منها. نفس الغسل بذكروني بالبخار، ليس بالبخار، البخار قول يعني نوعا ما ما ذكروني في المغاسل ايش يسمونها دراي كلين، يقولون يستخدمون مواد جافة في آلة لا ليست سائلة يقولون في مواد سائلة بس لا يستخدمون يعني عندما يقول لك يعني يستخدمون فقط مادة جافة مع الملابس فتخرج النجاسة. فهنا السؤال يوجد نجاسة، يوجد نجاسة على الملابس وفقط استطعنا أن نطهرها بهذه الطريقة بدون استخدام أي شيء سائل بمواد جافة بآلة. أصبر يا ابني ما خلصنا شو هذا. بهذه الطريقة بهذه الصورة
هل يحكم بطهارتها؟ بدون ماء. إن وضعت بآلة واستطعنا بهذه المادة التي استخدمناها فيها أن تطهر، ويقولون تطهر بهيئة أو تنظف بهيئة لا يبقى فيها، يعني بأكثر من بهيئة أفضل لو أننا استخدمنا إيش؟ الماء. انتبهتم؟ هذا راح تجدوه في الأسئلة المطروحة، بس تقرأ الأسئلة. احنا حقيقة نفتي انه يحصل طهارة، يعني لانه تحقق المعنى نفسه من اخراج النجاسة فيه. كيف مثلا، اعطيكم مثال، نحن خاصة في مذهبنا نتوسع، ترى حتى الحرق عندنا يطهر، صح ولا لا؟ كذا يطهر، وبالتالي إذا كان بها يتحقق إخراج الأوساخ والنجاسات نفتي بحصول الطهارة به. احكي بنتي. إذا أنت حكيت إن الملح مرتبط بضابط زي الرأس، صح؟ طب ممكن إذا تتكت ملح يصير طعم ولون؟ الآن بدك تنتبه الأمر أختي، هل الذي اختلط بالماء جامدات ولا مائعات؟ عندما تتكلمي عن ملح اختلط به جامدات فصار ضبط القاعدة الرقة والسيلان، فقد الرقة. طيب لو وضعت معلقة حليب أو ميدالية، هذا جامد، إذن يجوز الوضوء بالشاي على هذه الفكرة. فهمتم سؤالي؟ قلنا لو وضعنا ملعقة ملح يجوز الوضوء، اتفقنا صح؟ بس إذا وضعنا ملعقة شاي أو ملعقة حليب، رحم الله والديكم. الآن رحنا ذهبنا إلى قاعدة أخرى، قاعدة تغير الاسم. وضع الملعقة الحليب ما غير الاسم، فبقينا على قاعدة الرقة والسيلان. الشاي والحليب لا، صار اسمه حليب شاي، فهمناها؟ أي شيء يتغير اسمه لا يجوز. ترى هاي تدير بالك، الفقه قواعد، كل ما ضبط قواعد أكثر كل ما كنت قادر إيش تفيد. لذلك لماذا أريد أن تقرأ الفتاوى؟ لماذا تريد أن تدرس؟ لماذا؟ حتى تتحصل لديك هذا المعنى. إذا الجاف دكتور حتى لو لم يستخدم به الماء خلص زيلت النجاسة. على حسب، بدنا نعرف الصورة إيش هي، على حسب. طيب وأما الماء، الراكد، هذا عكس الماء الجاري، إذا وقعت فيه نجاسة لا يجوز الوضوء به، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه أو يشرب. فبالتالي يعني أفادنا الحديث أن وجود النجاسة فيه ينجسه. الماء الراكد الآن إذا وقعت فيه نجاسة، إلا أن يكون 10 أذرع في 10 أذرع. الذراع أخواتي 48 سنتي، يعني نصف متر، يعني 5 متر هكذا، 5 متر هكذا، 5 متر في 5 متر. المعتبر في مذهبنا المساحة، المساحة تمنع من انتقال النجاسة، وبالتالي كونه 5 متر معناه لو وقعت نجاسة ها هنا لن تنتقل إلى هنا، فإذا هو لن يتنجس بوقوع النجاسة فيه. هذا إيش؟ في الماء الراكد قلنا المعتبر مساحة 5 متر في 5 متر اللي هي 10 أذرع في 10، هذا بالنسبة للعرض والطول. بالنسبة للعمق ما لا ينحسر بالغرف، لو فعلت في يديك هكذا لإخراج الماء، انظر هل يظهر لك قاع الماء؟ يحصل هكذا لو جربتم في إناء اليوم، يحصل كأنه حفرة ماء، كأنه بس لحظة هي فهل يصل إلى أسفله أو لا يصل؟ إذا كان لا يصل إلى أسفله إذن عميق، ما لا ينحسر بالغرف باليدين عندما تفعل هكذا، وبالتالي تقريبا تتكلم عن نصف متر تقريبا تتكلم عن هذا. طب لو جمعنا الماء هذا في مكان يعني مربع مكعب هكذا، فصار مترين في مترين في مترين، يتنجس، لأن المعتبر عندنا إيش؟ المساحة، انتبهتم لذلك؟ انظروا ما يكون أقل من 10 في 10 يتنجس ولو بقطرة بول أو دم، ما يكون أكثر من 10 في 10 لون طعم ريح، متى يتنجس؟ إذا تغير لون أو طعم أو ريح.
والأصل أن الماء القليل ينجس بوقوع النجاسة فيه والكثير لا، لقوله لقوله هو الماء هو الطهور ماؤه. الآن بعدها واعتبرنا ماذا فاعتبرناه لا يخلص الماء الكثير. في واحدة ثانية ابنه هذا أيوة ما لا يخلص بعضه إلى مبارك ما لا يخلص بعضه إلى بعض. يعني النبي يقول هو الطهور ماؤه. طب اختبرنا ما المقصود بهذا هو الطهور ماء متى يكون طهورا؟ قال ما لا يخلص بعضه إلى بعض، يعني مثله لو وقعت فيه النجاسة ها هنا لا تنتقل إلى ها هنا، لا يخلص بعضه، فالنجاسة تبقى في مكانها. أما الماء القليل يخلص بعضه إلى بعض فالنجاسة تنتشر فيه. فهمناها؟ بسبب هذا بسبب كبره لا لن تنتقل النجاسة. والعشرة من عشرة أخذت ما لا يتحرك أحد طرفيه بتحرك الطرف الآخر. يعني أنت تتوضأ في هذه الجهة تصبح دوائر أخوتي، هل هذه الدوائر تصل إلى الجهة الأخرى؟ إذا كانت الدوائر تصل إلى الجهة الأخرى إذن قليل، وإذا كانت لا تصل كبير. فعندما نظروا ما الذي تصل فيه الدوائر هذا يتحرك أحد طرفيه بتحرك الطرف الآخر وجدوه 10 في 10. فهي 10 في 10 أخذوه من التطبيق العملي، إنه ما يتحرك أحد طرفيه بتحرك الطرف الآخر، يعني إذا توضأت في جهة منه ينتقل الحركة إلى الجهة الأخرى. معناها إذا وقعت نجاسة هنا ماذا سيحصل؟ تنتقل إلى الجهة الأخرى. فنقول كل ما لا يخلص بعضه إلى بعض لا ينجس بوقوع النجاسة فيه، وهذا معنى قولهم لا يتحرك أحد طرفيه بتحرك إيش؟ الطرف الآخر. وامتحن المشايخ الخلوص، المشايخ اختبروا، امتحنوا ما معنى اختبروا؟ الخلوص بالمساحة، يعني جربوا فوجدوه 10 في 10. فقدروا بذلك تيسيرا وقال انتهينا. حتى لا نقول الناس جرب وما تجرب، خلاص قالوا له يا عم من البداية بعد التجربة 5 في 5 يعني متر، يعني 10 في 10. وقال أبو مطيع البلخي أحد علمائنا إذا كان 15 في 15، بس هذا قول غير معتبر، المعتبر عندنا 10 في 10 لا يخلص. أما 20 في 20 لا أرى في نفسي شيئا. يعني طالما بلغ 20 هذا كلام مين؟ كلام مين؟ البلخي. بس ليس معتمد. وإن كان له طول ولا عرض، طول هو طويل، طويل هكذا مثلا 20 متر وعرض متر واحد. فهمناها؟ فالأصح أنه إن كان بحال لو ضم طوله إلى عرضه يصير 10 في 10 فهو كثير. جميل هذه الفكرة، انتبهتم؟ يعني سواء دائري مستطيل مربع، المهم عندما نضرب الطول في العرض مثلا 10 في 10 يكون يساوي 100. عندما نضرب الآن الطول في العرض مثلا وجدناه يعني 20 في 2 20 في 4، عندما نضرب الطول في العرض هل يساوي 100 أو لا يساوي 100؟ فهمناها؟ يعني حتى الدائرة نريد هكذا، في النتيجة نريد المساحة هذه، يعني 5 في 5 متر في 5 متر كم؟ 25. يعني أي مساحة تساوي 25 معين مستطيل مربع. اتفقنا أخوتي؟ والمختار في العمق ما لا ينحسر أسفله بالغرف. فهمناها؟ عندما تضع يديك هكذا لا تصل إلى ماذا؟ إلى أقائه. ثم إن كانت النجاسة مرئية، انتبهوا أخوتي يعني ركزوا بهذا الكلام شوي دقيق أرجو تركزوا فيه. ثم إن كانت النجاسة مرئية لا يتوضأ من موضع الوقوع للتيقن. يعني أنا هذا ماء والنجاسة أراها، وقعت نجاسة وهي مشاهدة، دم أمام الدم، المكان الذي وقعت فيه النجاسة لا أتوضأ منه. انتبهوا. ثم إن كانت النجاسة مرئية لا يتوضأ من موضع الوقوع للتيقن بالنجاسة برؤية عينها. وإن كانت غير مرئية، إذن في المرئية أتوضأ من الطرف الآخر بس لا أتوضأ من نفسه، النجاسة غير مرئية، شخص بال فيه أين البول لا يرى، فلو توضأ منه
من مكان الوقوع جازة، لعدم التيقن بالنجاسة لاحتمال إيش؟ انتقالها. فإذا فرق النجاسة المرئية لا يجوز أن أتوضأ من موضع الوقوع ويجوز من غيره. في النجاسة غير المرئية يجوز أن أتوضأ من الكل. حفظنا؟ الآن في الأسفل رأينا يعني يوجد في هذه المسألة عدة أقوال. لو رأيتم هذه المسألة عدة أقوال. في قول ثاني يفرق ما بين المرئية وغيره، هذا اختيار وبه يفتى بحر. نعم. والقول الثاني وهو عدم التنجس مطلقا إلا بالتغير، يعني سواء مرئية أو غير مرئية ما الحكم؟ يجوز أن نتوضأ من أي مكان. فهمنا هذا القول إيش؟ القول الثاني. انتبهنا؟ ومنهم من قال أقرأ في الأعلى لا يجوز أيضا لأن الظاهر بقاؤها في الحال، انظروا الآن صار عندنا كم قول لو سمحتم؟ ثلاثة. القول الأول قلنا في المرئية لا يتوضأ، في غير المرئية إيش؟ يتوضأ. في غير المرئية لا يتوضأ من موضع النجاسة ويتوضأ من غيره، في غير المرئية يتوضأ مطلقا، هذا الذي ذكره في الأعلى. وقلنا القول الذي في الآخر مذكور في الأسفل في المرئية وغير المرئية يتوضأ مطلقا. والآن القول الثالث الذي ذكره في الأعلى سواء في المرئية أو غير المرئية لا يتوضأ من موضع النجاسة، رضي الله عنكم. احفظوا القول الأول مذكور وانتهينا. الماء الجاري دكتور الأول مذكور في المثل، بس أقرأ هذه المسألة في الجاري لو سمحتم حتى ننتهي منها. والماء الجاري إذا وقعت فيه نجاسة، ما معنى الماء الجاري؟ يسيل فيه نجاسة ولم يرى لها أثر جاز الوضوء منه. الماء الجاري يأخذ حكم الماء، ذكروني، الكثير. الماء الجاري يأخذ حكم الماء إيش؟ الكثير. جاز الوضوء منه من أي موضع شاء، والأثر الذي نتكلم له طعم أو لون أو ريح، لأنه لا تبقى مع الجريان هذا الأثر، يعني لا يبقى، يعني وقعت نجاسة مع الجريان مباشرة ماذا يحصل في النجاسة؟ لا تبقى، تنتقل وتذهب. والجاري ما يعده الناس جاريا، ما معنى ما يعده الناس؟ قالوا لو وضع فيه تبنة يعني ولو قشة صغيرة وقطعة تفاين صغيرة استطاع أن يسير بها، هذا يعتبر إيش؟ جاري. هاي مكتوب عندكم في الأسفل هذا القول. ولو وقعت جيفة في نهر، نعتبر أخوتي مثل أخواتي هذا نهر، هكذا نهر، وفيه مثلا كلب ميت، جيفة، أي حيوان ميت في هذا الكلب، والماء يجري فوقه. ولو وقعت جيفة في نهر كبير لا يتوضأ من أسفل الجانب، يعني بعده الذي فيه الجيفة، ويتوضأ من أسفل الجانب الآخر. نعم. يعني كبير، فبالتالي الجيفة في النهر، انتبهوا لهذا، الجيفة لا تغطي النهر كامل، فبالتالي الماء يجري على الجيفة ويجري على غير الجيفة، فتتوضأ من أي مكان؟ من المكان الآخر، لأنه يوجد مكان آخر يمكن أن تتوضأ منه. ثم يقول بعدها إن كان النهر صغيرا، إن كان يجري أكثر الماء عليها لا يجوز، وإن كان أقله يجوز. الآن الماء في النهر يجري كله على الجيفة، يعني الجيفة تغطيه. طيب هل أكثر الماء يجري على الجيفة؟ بمعنى مثلا نفترض أخوتي مثلا هي الجيفة، الماء مرتفع مثلا هكذا، فأصبح أسفل الماء يجري على الجيفة والباقي لا يجري أعلى. الماء هو أصلا قليل بحيث كله إيش؟ يجري عليه. فهمناها قبل قليل، كنا نتكلم النهر كبير أو صغير بحيث الجيفة في مكان وفي مكان آخر لا يوجد جيفة، صح؟ الآن الجيفة تغطي كل النهر، ثم أصبحنا نتكلم في ماذا؟ هل الماء مرتفع أو غير مرتفع؟ انتبهنا للفكرة؟ طيب ماذا يقول هنا؟
يقول إن كان أكثر الماء لا يجري عليه إن كان صغيرا إن كان يجري أكثر الماء عليه لا يجوز، وإن كان أقله يجوز بحيث أنه صار الماء مرتفع. وإن كان نصفه يعني نصف الماء يجري ونصفه لا يجري، الأحوط الترك، صار الترك مجرد إيش؟ أحوط. وعن محمد في ماء المطر، هاي انتهي من هالمسألة تصورناها لو سمحتم، كثير وقليل ويجري وعن محمد في ماء المطر إذا مر بالنجاسة ولا يجد أثرها يتوضأ منه لأنه كالجاري. الآن على السطح أخوتي وأخواتي أحيانا يكون شيء من النجاسة مثلا وتمطر السماء وينزل الماء من المزراب، صحيح؟ فبالتالي يقول هذا ماء المطر، هل النجاسة تشاهد في الماء؟ لا تشاهد، خلص طاهر. إذا رأيناها لا يجوز. فالآن الشوارع أحيانا عليها بول أو أماكن معينة عليها بول، ما الحكم أن الماء تنجس أو لم يتنجس؟ إذا رأينا الماء بعد جري المطر، وإذا لم نرى يجوز. خلنا نقف لو سمحتم صفحة 97. بارك الله فيكم، جزاكم الله كل خير.